هناك نظرية تسمى العجز المكتسب helplessness learning. المقصود أن هناك مجموعة من الناس يظنون أنهم غير قادرين على تحقيق شيء، تحقيق أي شيء البتة، يظنون أنهم غير قادرين على حفظ القرآن، غير قادرين على السعادة في بيوتهم، غير قادرين على تعلم أشياء جديدة أو تطوير مهارات جديدة. هذه النظرية مأخوذة من صيادي الفيلة القدامى، كانوا يربطون الفيل بخيط رفيع دقيق وضعيف، وكان هذا الفيل حينما يكبر يظن بأن هذا الخيط يمنعه من الحركة. الغريب في الأمر أيها السادة والسيدات أن هذا الفيل يكون كبيرا جدا وينمو، وحتى يصل حجمه أكبر من الشاحنة، وهو يظن بأنه غير قادر على قطع هذا الخيط الرفيع. هذا الشعور بالضبط هو الذي يعتري بعض الأنفس المستسلمة. أرجوكم لا تكونوا منهم، تستطيع بتحريك قدمك قطع هذا الخيط الرفيع. أنتم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيق كل ما تريدون، حفظ قرآن، التقرب إلى الله، ترك بعض العادات السلبية، وكذلك التقرب إلى أحبابكم. فكر فيها.